اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين، نرحب فيكم في قناه كويت سبورت، واقدم لكم هذه الحلقه المميزه من برنامجكم المميز نجوم اليد. نجم حلقتنا اليوم كانت بداياته من صغره في القلعه الصفراء مع نادي القادسيه، ولعب في هذا النادي حتى مراحل من المراحل السنيه، وبعدها فجاه كذي شفناه في نادي ثاني، ابتعد فترة عن فترة صغيرة أو فترة كبيرة، بس أتوقع فترة صغيرة ابتعد عن الساحة، ورجع فجأة لقيناه في السفير الكظماوي هو نادي كاظمة. نجمنا طبعا نجم من نجوم كرة اليد، لاعب مشاكس دائما يداحر المدافعين، مكانه في مركز الدائرة. شلون نعرف هذا النجم منه، ومنه اللي كان من القادسية وانتقل لنادي كاظمة؟ نشاهد هذا التقرير وبعد الفاصل نواصل مع نجم هذه الحلقة. على الدائرة وعلى شوف شوف، قلت لك الكرة متى ما تأتت إلى خشعل 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 خشعل، الله يا خشعل، سلام حلو. مشاهدينا الكرام، قبل الفاصل قلنا من هو نجمنا وشفنا هذا التقرير، واتوقع عرفنا من هو نجم حلقة برنامج نجوم اليد، لاعب نادي كاظمة ونجم نادي كاظمة الكابتن اسماعيل الخزعل. نرحب فيك ونقول حياك الله معنا في نجوم اليد. الله يحييك، يسعدني الغائب والسادة المشاهدين معنا. الله يسلمك اسماعيل. يمكن ذكرت انا في البداية وفي المقدمة انك كانت بداياتك في المراحل السنيه في نادي القادسيه. صحيح. اشمعنى اخترت نادي القادسيه في مراحلك السنيه، وليش كره اليد بالذات؟ والله ما كان اختيار بمعنى الاختيار، يعني كانت واحنا صغار كذي، اخوي الكبير كان يلعب قبلي بنادي القادسيه، ف مثل الاجيال السابقه، اخوي تل اخو، رفيجي تل رفيجه، اخوي خذاني معاه واستمريت بهالمجال من وانا صغير. لغايه اي سن او اي مرحله؟ للفريق الاول، بعدها صار ظرف من النادي، ابتعدت عن الكره لمده تقريبا موسمين الى ثلاثه. مع انك كنت مميز يعني ما شاء الله في القادسيه بهذيك الفتره، وصعدت مع الفريق الاول. صحيح، من تحت 16 سنه كنت يعني اشارك مع الفريق الاول. تشارك مع الفريق الاول. صحيح. في نادي القادسيه. صحيح. وكنت متميز، شنو السبب؟ يعني ظروف خاصه نقدر نقول ابتعدت عن ما هي ظروف خاصه من ناحيتي بالفعل، يعني نعم. هي الظروف اللي صارت من يعني من اداره النادي، خلينا نقول بالاحرى يعني. نعم. هي اللي خلتني ابتعد، مو مني انا كنت مستمر ومواظب
نقدر نقول مجتهد، لكن الإدارة توجهت أو شافت شيء إنه يعني أنا مو مناسب حق الفريق الأول. نعم. مع العلم إنه ما كان شيء يعني واضح على قولتهم، وبس السنتين اللي بتاعتهم خلاص يعني على قولتهم يعني من لاعب أساسي وكابتن فريق بالمراحل من 16 سنة بشارك بالفريق الأول. نعم. ليه يعني مفاجأة كبيرة حاشتني إنه أنت مو معنا مع الفريق الأول المشاركة. نعم. على قولتهم بس عافك الخاطر، اي بدون مقدمات عافك الخاطر لكرة اليد. ريحت مع الشباب، كان اغلب ربعي طبعا من نفس المستطيل اللي هو كرة اليد. نعم. نلعب معاهم يعني مع نصايح من الاهل، مع نصايح من الربع خارج نطاق الرياضة. نعم. رجعنا لنادي كاظمة هو اللي احتضن. ابي قعدت ايش كثر من بعد ما وقفت من النادي القادسية؟ ايش كثر قعدت يعني او ما ابتعدت من النادي القادسية؟ ايش كثر قعدت يعني ما تلعب او ما تمارس كرة اليد؟ سنتين. غارب سنتين الى 3 سنين. شنو سبب اختيارك نادي كاظمة؟ بعد سنتين اتجهت نادي كاظمة. صحيح. شنو سبب اختيارك؟ ايش معنى نادي كاظمة؟ والله ما كان يعني بمعنى، بس قلت لك يعني الربع اللي برا هم نفسهم يلعبون كرة يد، اغلبهم من لاعبين نادي كاظمة، فهم اللي يعني كان الطريق الاسهل انه لي انه اروح معاهم. مع لمتهم طلعتنا واحدة، يروحتنا واحدة، دوامنا في بعضهم معاي من الدوام، مشاركاتنا واحدة، فقالوا لي تعال تعال، قلت اوكي يعني برد، اذا الله كتب لي نصيب وبكمل كملت، اذا لي الحين نفس ردة الفعل او الصدمة اللي عاشتني راح ابتعد. يعني كنت حزنان وصادم فعلا، واللي فعلا واول ما رديت. اي نعم، اول ما رديت حتى اول موسم ما كملت للامانه. يعني عاده التدريبات تبدي من 1/8. نعم. حق الموسم. انا بلشت معاهم تقريبا من 20/8 او شيء كذي، ما تقبلت الوضع ان انا ارد بعد قطعت رديت مره ثانيه. الموسم اللي بعده لا، قلت خلاص انا ارد من الاول، وبلشت معاهم واستمريت. يعني استمريت هذه الفتره اللي قعدتها سنتين، انت تعتبر لاعب حر الحين. صحيح. يعني بعد خروجك من القادسيه قعدت سنتين تعتبر لاعب حر. صحيح. ما يعني درست الموضوع قبل لا تروح للكاظمة وين اروح، ام يعني همشت الموضوع وقعدت خلاص ما قاعد افكر اي نادي اروح او وين العب او وين استمر؟ ما فكرت، لان يعني الرياضه انا يعني على قولتهم ادمان فيني. نعم. العب كره، العب مع الربع برا طائره، غدم ايا كان، فما كان عندي توجه معين انه لا لازم ارد بنادي معين ومخطط معين والعقود. المهم اني امارس الرياضه. المهم اني امارس الرياضه. نعم. واللي صار قلت لك صدفه، بس يعني لمت على قولتهم الشباب، يلا رد، يلا خلاص، يلا انت زين رد، والحمد لله خلصت السنتين. جيت الحين بعد الاستشارات مع الربع وها وين نروح، والله بروح نادي كاظمة. فكرت قبل لا تروح اول يوم او اول تمرين له ب 20/8، فكرت ان اروح نادي كاظمة او اروح نادي ثاني، ام على طول خلاص يلا نروح ورحت نادي كاظمة؟ لا والله شيء يلا نروح ويلا نادي كاظمة مع الشباب ربعي وبس. ورحت دشيت ايام التمرين. ليش ما قدرت تكمل اول سنه؟ لان كانت صعبه علي الصدمه، يعني صعبه علي وقاطع سنتين، ودشيت معاهم تقريبا بنص تدريباتهم، ما يعني ما كنت مرتاح نفسيا. نفسياً ما نقول والله ما قدرت على مثلاً فترة الإعداد اللياقة، لا، أو ما قدرت تتأقلم مع اللاعبين أو مع المدرب، يعني أنت من داخل يعني. أي بالعكس، المدرب كان وايد حابني، وايد مقدرني، مستانس علي. من كان المدرب بهالوقت؟ بيتر الاستوفاكي. أي نعم. نعم. أي يعني كان يعني على قولتهم كان يضرب فيني المثل من اللاعبين اللي ملتزمين. نعم. لأن أنا طبيعياً يعني حتى دوام ولا بالبيت ولا إذا التزمت بشيء ألتزم، يعني أعطي الشيء على قولتهم حقه. فكان يعني حتى يوم قطعت مرة ثانية وخرت، هو شخصياً اتصل، ليش وخرت؟ أنت لاعب زين، تعال رد كمل، حرام أنت صغير، من هالكلام. قلت له أنا والله ما عندي أي مشكلة من كل النواحي، يعني مشكلتي الوحيدة أن نفسياً مو متقبل ردة أني ألعب كرة مرة ثانية، لأن الصدمة الأولى على قولتهم للحين ما صعدت فيها خلاص. قلت لك يمكن من بداية الغانا عافك الخاطر لكرة اليد، خلاص ما أبي ألعب. وسبحان الله يعني قلت لك من الاهل تغلبت شويه نفسيا، كلمتين أيوة. كلمتين شوي يرفع المعنويات. صح. قدرت. هذا كان في 2007 اعتقد. اي 7/8. اي 2007/2008. بيتر انتقل من نادي الحيل راح نادي كاظمة بهالفتره. صحيح. اللي انت دشيت نادي كاظمة مع الكابتن بيتر. صحيح.
شلون صار الاتفاق بعدين؟ يعني جيت اول تمرنت ما تأقلمت، قلت بوخر كلموك بيتر المدرب يكلمك، شلون صار الاتفاق يعني ان انت خلاص انا كرماوي؟ ما كان في اتفاق، يعني كان الطريق التسجيل كانت بداية الاحتراف حتى، يعني الجزئي كان داخل أول سنة أعتقد يمكن أو ثاني. صحيح، أنا ما كنت للأمانة ملم بهالأمور هذه كلها، أنا كنت أنا جاي لاعب أدي وظيفتي كلاعب. نعم. وبس، ما يعني ما تفرعت للأمور الثانية اللي هو لازم عقد ولا أوقع سنة ولا دايم ولا، فرحت وصار التسجيل. هم كانوا للأمانة مبلغين أن اللاعب اللي يبي المدرب يتم الاختيار من قبل المدرب والجهاز الإداري راح يكون معنا بالفريق، اللي ما راح يختار يشوف لنادي ثاني، لا حرية الرأي يعني. فاستمريت معهم والحمد لله تم اختياري من قبل المدرب ومجلس إدارة، وكملنا مسيرة بالسفير للحين. وبصفة دائمة؟ والله بصفة دائمة، هذه يعني اللي الحين يعني قمنا على قولتهم انتحسر، أو انت يعني مو انتحسر بمعنى انتحسر وايد، يعني الواحد ما يكون شوي حر على موسم موسمين. صحيح، تاخذ اي يعني تاخذ حريتك مثل انت هالموسم مو لاقي مثل حريتك بهالنادي، ممكن في نادي ثاني مقدرك اكثر، ممكن مو متوالم مثلا مع مدرب، او مو متطلبات الجهاز الاداري قاعد يعطيك اياها ويوفرها لك. اما ان تكون محكور هذه يعني صعبه شوي على اللاعب، حتى انت نفسيا تاثر عليه داخل وبرا الملعب، لما تشوف لاعبين يعني او ربع قاعد ينتقلون من نادي لنادي، مستوى قاعد يتطور، مدربين قاعد يدورون كل ما لا تستفيد مع مدرب. تفرق. هي اول مدرب ما ابي اذكر انا فتره النادي القادسيه اللي هي فتره نادي الكاظمه، اول مدرب كابتن بيتر ولغايه الان مع الكابتن خضر الخشتي المدرب الوطني مسي عليه. عشان لا نبخص حق احد ونقول من الافضل، لكن انت كاسماعيل غزعلش وين الفائده اللي استفدتها من هؤلاء المدربين اللي تمرنت معاهم من بيتر لغايه خلو خشت؟ يعني مو هو افضل، لكن طرق اللعب صحيح. كدفاع كهجوم يعتمد المدرب ساعات على دفاع اكثر، ساعات على الهجوم اكثر، على اللياقه اكثر، وين المدربين اللي انت يعني حبيت تلعب معاهم اكثر؟ للامانه ماكو مدرب ما استفدت منه، كل مدرب على يعني على قولة الكابتن عبد الهادي مراد سنة المستين هم مسك نادي كاظمة. نعم. يقول الشاطر اللي يستفيد من المدرب ولو بواحد بالمئة، وأنا الأمانة الكل استفدت منه بنسب كبيرة، بس كان أكثر واحد له تأثير علي هو بيتر. بيتر. نعم. هو مدرب ما شاء الله يعني عنده فكر. صحيح. يعني أنا تدربت مع الكابتن بيتر يوم كان قاعد، عنده فكر. يمكن هذه معلومة، أنا كنت ألعب دفاع هجوم مع كابتن بيتر، هو اللي خلاني بس لعب دفاع، ما كنت ألعب هجوم إلا في فترات. بس هو كان عنده شيء إنه يمكن عشان ما ألعب دفاع هجوم أتعب، لأن كرسي تطورت الحين السرعة أدافع يحتاج مني، وهو أنا من الناس اللي تدرب معهم وعنده فكر ما شاء الله وصبت منه الكثير الكابتن بيتر. لكن كإسماعيل خزعل أول ما دخل مع المجموعة تأقلم بسرعة، يعني المدرب حب اسماعيل خزعل، حب طريقه لعبه، حب صلابته ولعبه بالملعب، لكن اسماعيل استأقلم مع اللاعبين بسرعه. هل دخل بالمجموعه بسرعه مع نادي كاظمه؟ اي صحيح، بسرعه، لان قلت لك احنا يعني فاهمين بعض على قولتهم من قبل او من برا كره اليد، فداخل الملعب احنا هم ربع هم داخل الفريق، فالتفاهم كان وايد سهل، وهذا الشيء اللي يعني خلاني بداية الموسم الثاني يوم رديت كان طريقي وايد أسهل، إنهم يلا شيلوني يعني شايليني أنا شايلهم، ناخذ ونعطي مع بعض، نتفق داخل الملعب، يعني كانت في وايد سلاسة وصحبة داخل الملعب، فهذا اللي يعني وايد سهل لي طريق الرد ورديته بسرعة وتأقلمت مع الفريق. صحيح. الفترة الأخيرة أو من يعني يمكن من هذيك الفترة مع كابتن عبد الهادي ومع اللي بعد الكابتن عبد الهادي لغايه مع الكابتن خلدون، دش معاكم صالح عبد السلام. صحيح. من الكابتن عبد الهادي مراد قبل بيتر ما كان موجود، او بيتر مبلا كان موجود اي موسم او موسمين بعدها، من كابتن عبد الهادي كان معنا هم قاعد ممكن موسم مع عبد الهادي. نعم. بعدها طلع انتقل راح نادي القرين، وتو الموسم اللي رجع لنا. دخول سالم عبد السلام أثر عليك في مركز الدائرة؟ نهائياً. سالم عبد السلام قبل الله يصير لاعب أو منافس داخل الملعب، وهو والشيء يمكن الناس ما تدري عنه،
يعني ساعات يقال بيني وبين العالم إن ها لا دور فلان هني أحسن من فلان. أنا وسالم عبد السلام يعني الوحيدين يمكن ما أدري إذا في على قولتهم نفسنا إذا قبل المباراة أنا وياه نسولف مع بعض أنت جاهز ولا أنا جاهز من هي بيلعب فينا قبل يعني والحسنة اللي قاعد تصير إنه ماكو مدرب معارضنا بهالوضع يعني مرتاح خلينا على راحتنا خلاص منو فينا جاهز ونتناقش وإذا تعب خلاص واحد يأشر حق الثاني ترى مثلاً أنا داخل ملعب مباراة ترى أنا تعب جهز حالك على طول مبدلني التفاهم والانسجام اللي مع سالم شيء وايد جميل. الله يوفقكم إن شاء الله وتستمر هذا التفاهم لغاية ما نشوفكم أيضا بالمنتخب إن شاء الله ومع بعض راح تكونون دفاع أو هجوم مع بعض بس بالهجوم لازم يكون لاعب واحد فيكم بالدائرة صحيح يا أنت يا سالم صحيح. مشاهدينا الكرام راح نتواصل معاكم مع إسماعيل خزع النجم حلقة اليوم في برنامج الهجوم واليد بعد الفاصل. الكرة الأخيرة 20 دقيقة مضى من زمن الشوط هذه الكرة إسماعيل خزعل عبد الله الشافي وسقطها لإسماعيل خزعل إسماعيل خزعل يستلم ويواجه المرمى هدف عبد الله الشافي يسقط على الدائرة إسماعيل خزعل صالح الزعبي من بيريوله قال لها سجل ضاف اسماعيل لب جميل حاول عارض مرمى مش هالشوط لكن كره معه صارمه محاوله يا سلام سلام حلوه حلوه وجميله وهدف هدف اسماعيل خزعل جواز الى خزعل شوف 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 العوبه. عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير مع نجم حلقتنا الكابتن اسماعيل خزعل وتكلمنا عن بداياته وإن كان وإن انتقل من المدربين تدرب معاهم ومع زملائه وربعه وأخوانه برا النادي وهم نفسهم داخل الفريق وداخل نادي كاظمة. إسماعيل انتقلت أنت لنادي كاظمة في مرحلة يمكن نقول يعني يشوفونها الناس أنها صعبة لأن كان في كذا لاعبين طلع من الفريق منهم الكابتن علي مراد من الكابتن مشعل سويلم خيت يمكن طلع نفس الفترة في لاعبين اطلعوا. هل الفترة هذه كانت صعبة حق على الفريق ان شلون رد الفريق شلون رد نجوميته يعني الموجودين عندهم وقادرين على ان يكونوا نجوم نادي كاظمة؟ طبيعي خسارة الكابتن علي مراد او مشعل سويلم يعني خسارة كبيرة حق الفريق لكن اعتقد انه كان يعني فكر الإدارة أو مع المدرب إنه بيعتمدون على الشباب خلاص نبي نهيئ فريق للشباب وهذا اللي على قولتهم التمسته أول ما التحقت بالفريق. ما يمنع كان أنا الأمانة إذا من وجهة نظري ما يمنع أن كان وجودهم على الأقل واحد فيهم لأن أنت لازم كل فريق خاصة بكرة اليد لازم تعتمد على واحد خبرة أقل 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 المساوئ إذا كانت موجودة يعني إذا أنت حاسب لهم كذي صحيح. بس إن اثنيناتهم طبعاً خسارة على الفريق بس على قولتهم لمة الشباب من عمر واحد كان هذه الظاهر المنظورة اللي كانت تنظر لها الإدارة إن تقوم الفريق مرة ثانية وهم فرصة للكبات يعني أنا قاعد أقول لك موضوع الاحتكار وايد صعب على اللاعبين يعني إذا اللاعب يلعب طول عمره بنفس النادي ما راح يحوش هذاك التطور لازم يخالط أجيال ثانية لازم يخالط لاعبين ثانيين لازم يخالط مدربين ثانيين حتى تعامل الإدارة مع اللاعب يأثر عليه فهذه واحدة من الأشياء اللي ممكن نادي كاظمة قال وقتهم الحين أو فترتهم إن نعطيهم فرصتهم طلعوا عطوهم الفرصة وطلعوا شافوا نفسهم اللاعبين
الجيل اللي استلم بعد هذه اللي هو من نقول من 2007 2008 انت كابتن اسماعيل، يوسف الحداد، عبد الله سنافي، يوسف حيدر، ما بي انسى احد، سالم عز، كل الشباب اللي موجودين حاليا ما شاء الله عليهم نجوم، تم اختيارهم بالمنتخب يلعبون بطولات، لكن كانت الفتره هذه على النادي وعلى الفريق بعيده عن منصات التتويج. صحيح. شنو السبب يعني؟ شنو اللي كان ينقص الفريق؟ خلي الخبره، الخبره قلنا راح العب خبره، بس في نجوم. صحيح في نجوم، بس النجوم كانوا يعني وايد صغار. اذا انت بتلاحظ المراحل يعني بالعمر الافتراضي حق الفريق كان وايد وايد صغير، يعني الشباب كلهم توهم صاعدين من مرحله 18 سنه. نعم. يعني متوسط او بدايه العشرين يمكن احنا اللي كنا اللاعبين اللي ممكن صرنا على قولتهم كاننا الكبار، لكن كلنا لما واحده ومجموعه شبابيه بحته، كانت محتاجه وقت تتطور، كانت محتاجه اهتمام الاداره ان تلمها وتطور هالموضوع، كانت محتاجه خبره بالملعب. والحمد لله انت يمكن ملاحظ من الجيل نفسه تقريبا، مع ان في لاعبين وايد يعني كانوا بارزين وكانوا لاعبين منتخب وهم ابتعدوا عن الفريق لظروف عملهم او ايا كانت ظروفهم، كمل الفريق لين المرحله اللي وصل لها الحين. يعني الحمد لله كاظمه من اي سنه ما وصل، يعني ما اخذ ميداليه هالموسم، كاظمه اخذها الثالث، ولو الظروف ثالث الدوري كاظمه هالسنه ثالث الدوري، موسم اللي طاف ثالث الكاس. صحيح. يعني رد منصه التتويج، يعني رد منصه التتويج مع كابتن خلدون خشتي ما شاء الله، والنجوم اللي دخلوا معاكم الشباب الصغار محمد جواد وعبد الله النزي واسماء اللي شفناها، قامت تصير في ثقافه الفوز عندنا، قام يصير عنصر الثقه موجود، اللاعبين لموا مع بعض زيادة، فهموا بعض زيادة. نقول هذا السبب لعودة كاظمة منصات التتويج، أنه صار في خبرة، صار في تجانس أكثر مع دخول الشباب. صحيح. مع أو كابتن خلدون يعني عطى لمسات جديدة على الفريق، يعني طبعاً السبب؟ طبعاً لا أقول لك، يعني الإدارة أول شيء نبلش من الإدارة، الإدارة قاعدة تهتم، صار في اهتمام زياده، انا عندي عناصر وايد زين، واغلب لاعبين نادي كاظمه من المراحل السنيه ويوم صعدوا الفريق الاول لاعبين منتخب. نعم. يعني في توجه صار حق الاداره ان هاللاعبين لازم يعني نهتم فيهم. طبعا بصمه الكابتن خلدون لا خلاف عليها، لها جوانب وايد ايجابيه مع الفريق، والفريق هم لام نفسه، وشباب فيهم طاقه، يعني على قولتهم الشباب هذيلك شنو ناقص بلوك، كثر ما تعطيهم كثر ما بعد راح يعطونك. نعم. هذا اللي حاصل فريق نادي كاظمه، وان شاء الله يعني مستقبلا فريق كاظمه راح يكون منصات الثلاث الاولى، ما راح يبتعد عنه ان شاء الله، ما راح يبتعد. كاظمه مو غريب على منصات التتويج في لعبه كره اليد الكويتيه وايضا العربيه والاسيويه، يعني من سنين كاظمه يحقق بطولات اسيويه، يحقق بطولات خليجية وعربية، ويحقق بطولات طبعا المحلية سواء الدوري أو الكاس، والشباب فيهم الخير والبركة. إن شاء الله راح نشوفكم إن شاء الله في المنصات مثل ما شفناكم الحين، يعني في الموسم الماضي الموسم اللي خلص في منصات التتويج، ما راح إن شاء الله تطيحون، راح تتمون في منصات التتويج. الكابتن إسماعيل 4 سنوات الأخيرة في عروض، تجيك عروض من أندية، قاعد يطلبونك أندية أنك تشارك معاهم او يستفيدون منك وتدعم الفريق، كون اسماعيل يعني لاعب دائره مميز وايضا في الدفاع لاعب مميز، لكن كلها فاشله العروض. ما ادري من منو، هل اسماعيل يرفض يشوف النادي يشوف المجموعه ما يبي يلعب عندهم، ام الاداره ترفض والله احنا محتاجين اسماعيل، او شنو؟ لا للامانه انا ما عمري رفضت احد، يعني ما يصير واحد يعني حتى على قولتهم يعني خلقيا ما يسوي يملك يدينه يبي السلام ما ترد عليه السلام. صحيح. او انه يعني يلتمس فيك شيء يبيك وانت تقول له لا انا ما ابي. اسماعيل دائما اخلاقك عاليه سواء بالملعب وخارج الملعب، ما شاء الله الاخلاق عاليه بكل اوقاتك ما شاء الله. لكن الرفض اللي كان قاعد يصير للامانه من الاداره، يعني في حتى المدربين، يعني بدايه العروض اللي انا اذكرها من حتى كابتن عبد الهادي، كابتن عبد الهادي كان من اول الناس اللي كانوا موافق، بس الاداره ما كانت موافقه على خروجك. على خروجي في بعض الاحيان كنت التمس العذر حق الاداره، كون هالمركز يعني ما كان في ذاك اللاعبين، او يمكن انا ومعاي واحد، وموسمين او ثلاثه يمكن بس كنت انا الوحيد.
فمستحيل يقول لك النادي يعني كان توجه الإدارة وكلامهم معاي يقول لي أنا مستحيل أفرط فيك، ما أقدر أخليك، راح أفقد مكان وايد مهم. بعد ردت على قولتهم سامع بالسلام، هم مستمرة العروض يعني 4-5 سنين نفس الكلام، لا ما زالت الإدارة مو راضي يقول لك أنا محتاجك وانت لاعب مهم عندي، ما اقدر اخليك احد يستفيد منك. وانا السنتين او الثلاث الاخيرين يعني انا قلص المنصات التتويج، شلون تبيني اتخلى عنك؟ نعم. لكن بالمقابل هم في ضرر لي، يعني انت مو قاعد تخليني هم اتطور زياده لو موسم موسمين، مو قاعد استفيد ماديا من ولا شيء، لا من تعويض من سواء النادي او انه يعني من المبالغ الخارجيه او العروض الخارجيه اللي قاعده تجيني. فا والله ما أدري للحين ما أدري. ترى أنا يعني أنا واحد من الناس قدمتك عرض. أنا مع الدكتور أحمد فولاذ يعني عطينا اسمك وقلنا لازم نستعين في خدمات الكابتن إسماعيل حزعي، ولكن بعد الفشل والله كان لي الشرف إن أخدم أي أحد يطلبني. أنا ما أحب لما أنا ما أحب أرد أحد، يعني طالبني ب يعني بالكرة برا الكرة إذا شيء أنا قادر عليه لا والله ما يعني ما أقصر. الله يجزاك خير، ما تقصر أنت دائما فاتح إيدك للناس كلها وما تقصر مع أحد. بصراحة أنت يعني سعيد ومستانس بتجربتك مع نادي كاظمة لأنه وقعت بشكل دائم؟ للأمانة لا، يعني ان التوقيع هذا الشكل دائم هذا عشان هذا السبب. اي هذا طوق على رقبه كل لاعب، ما في لاعب يعني يحب انه يحتكر، او حتى ماكو بني ادم حر يحب انه يحتكر. نعم. انا انسان يعني من داخلي شيء احس انه يعني او احب اني اكون حر، ما احب اتغيب. صحيح. اي فهذا يعني هذا اللي مضايقني بالموضوع فقط. راح نشوف اسماعيل برا كاظمة السنوات القادمه والله، أو الموسم القادم بالأحرى إن شاء الله، بس ما يعني ماكو شيء على قولتهم ما أقدر أعطي وعد ولا كلمة ولا إن كان، لأن العقد اللي أو الحزام اللي على رقبتي بيد الإدارة مو بيدي. الإدارة توافق إسماعيل ما عنده مشكلة، الإدارة ما توافق إسماعيل موجود. شو رأيك بالدوري؟ الدوري والله حلو، بس يعني بدأ يتراجع شوي شوي، يعني المستوى العام بدأ يتراجع. وأعتقد أنت قاعد تسمع يعني أو كلنا قاعد نسمع خاصة بكرة اليد إن فريق الكويت هو المستحوذ الأكبر، وإن فريق الكويت خرب الدوري، وإن فريق الكويت هو المسيطر. ما هو كل فريق حقه إنه يسيطر، وكل فريق هو قاعد يتعب على نفسه. اذا انت يعني اذا عفوا الانديه الثانيه قاعده تطالع نادي الكويت بهالمنظور، انا ليش ما اسوي نفس نادي الكويت؟ اذا بتقول الانديه على قولتهم صغيره في انديه كبيره، انزين الانديه الكبيره ليش ما تسوي نفس ما قاعد تسوي نادي الكويت؟ نعم. شنو ناقص اي نادي ثاني عن نادي الكويت؟ ما في اي نقص، لكن نادي الكويت اذا بتيله من الالف للياء نادي الكويت ممتاز بكل الفئات. نادي الكويت بنى قاعده من المراحل السنيه الصغيره للفريق الاول. ما في اي كسور من اي جهه معينه بالنادي الا هو موفرها حق اللاعبين. ما انت اذا سويت الجو المناسب حق اي نادي ثاني ممكن انه ينافس نادي الكويت. وحاليا في يعني شوف في مباريات فيها منافسه، لكن قاعد تفرق على اوقات معينه. اوقات معينه راح خلاص بس يستغلها قاعد يستغلها نادي الكويت. نادي الكويت عنده صفين، ما في اي نادي بالكويت عنده صفين. صفين يعني ثلاث صفوف يمكن قاعدين بعض. فما عنده اي مشكله، ليش مو الانديه الثانيه تسوي نفس نادي الكويت؟ هذا حق مشروع حق نادي الكويت، ما حد يقدر يقول له لا ولا انت خربت ولا ايا كان. انت الانديه قاعد تقدم عروض حق اللاعبين، الكويت اللي يقدم عروض حق اللاعبين نفس الشيء. يعني المشكلة. يعني سنه من السنين النادي العربي اهتم على قولتهم شويه زياده بلاعبينه، كسب دوري. هذا دوري زين. ما انت في مباراه ثانيه او في فرقه ثانيه لو بتتعب على الفرقه اللاعبين اللي عندها راح توصل وراح تنافس بشده نادي الكويت. مع العلم نادي الكويت من يعني اذا بنقول صار له 8 سنين او خلينا نقول 8 سنين صار له نادي كاظمه من سنه سنين مباراه الكاس كانت العناصر يعني
مختلطة بين شباب وكبار وخبرة. منهم الكابتن ياسر الأمير، محمد جاسم، الإدارة كانت موجودة الكابتن عبد الله جاسم، يعني حلقة الوصل بين الكبار والصغار. وصلنا معاهم للأشواط الإضافية، معنى ذلك إنه ماكو شيء مستحيل بأي رياضة. صحيح. بس أنت تبي مقومات حق كل لعبة أو كل إدارة مشروع، في مقومات أنت وفر هالمقومات حق هالفريق وراح تشوف شنو النتائج. الله كريم إن شاء الله. الله كريم. سواء كاظمة أو غير كاظمة، يعني نفس ما تفضلت أنت حق مشروع أنك تطالب وتقدم عروض حق اللاعبين أو الجهاز الفني، لك الحق أنك توصل المركز الأول تأخذ البطولة. صحيح. كابتن إسماعيل أنا شاكر حضورك وشاكر لك يعني أجوبتك الشفافية هذه اللي جاوبت عليها على أسئلتنا وعطيتنا رأيك بكل شفافية من أول سؤال لآخر سؤال. الحلقة كلها كانت وايد حلوة وجميلة معاك، كل شكر لك على حضورك في برنامج الجمهورية. العفو العفو، ما قصرت. مع المصطاف المبدع ومع حضرتك الله يسلمك اللي دائما تبهجنا بطلتك والله. الله يخليك يسلمك. ومشكورين على الاستضافة الطيبة. الله يسلمك، شكر لك. وأيضا شكر لفندق منتجع الجميرة على المكان الجميل اللي صورنا فيه هذا. وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقة نجوم اليد. نشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى. مع السلامة. Thank you.